الآن وسهلا. أنت استمعت لبيان القائد العام للقوات المسلحة يقول أن هنالك شكاوى قدمت بحق السيد قاسم مصلح، هل أنت من الذين قدموا شكوى بحقه؟ وأنت من الذين تتهمينه وتتهمين أخيه، هل لديك ما يثبت من هذه الأدلة قدمت إلى القضاء؟ أنا لأنه ابني مهدد من قبله هو. شلون يما ما يخالف؟ هو هدده كل ما يحاسي يقول له أنا لو يضمن أمر يوم لازم أقتله. منو اللي هدده؟ هو لهذا السبب هو هدده قاسم. جاء ابني قال لي يما هو هددني. وبالساحة هم أفد مرة هم بالساحة قدامي يعني ذولا كلهم الواقفين المتظاهرين هم ما جاي متعارك وياه. أي. كان وين ما يروح يلحق وراء وين ما يروح يقول له اني وانت لو يظل من عمري يوم لازم اقتلك. زين يما انا على حد المعلومات يعني قاسم مصلح قائد الحشد الشعبي في الانبار يعني ما متفرغ بالتمام انه متواجد بحيث انه يلحق الشهيد في كل مكان. لو تكون مصادفات من يلاقي لا هو من اول من هدده ما كان هو من هدده ما كان هيك منصبه هو ها. من قبل سنة ونص سنتين ما كان هالشكل يعني بهيك منصب بعدين يعني صار منصب وتكبر صار مو هو ها يعني التهديد اجى قبل سنتين يوم يكبر على ابن عمه حشاك انت زين هو صدق ابن عمه هاي امه ها عيني قاسم مصلح ابن عم الشهيد ايه. ايهاب لا 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 انا اقول لك شي كبر البعير على ابن عمه يعني يتكبر على ابن ولايته على معارفه يتكبر على واحد ما يعرفه يعني انت الان تؤكدين انه هذا التهديد من قاسم قبل نعم. سنتين اي 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 وكان كل وقتها ماتها قبل شهرين هو قبل لا يموت ابني اجى قال هم هددني رد ردود وقام يخلي سياره تلاحقني وين ما اروح زين انت في لقاء سابق حجيه قلتي نعم. انه المرحوم الشهيد راح الى قياده شرطة كربلاء وقدم أسماء بالذين يهددونه على حد علمك هل من ضمن الأسماء التي قدمها نعم. الشهيد كان اسم قاسم؟ اي قال له ستة يهددوني يعني أعرف من ضمنهم قاسم مصلح الطاهيال قائد الشرطة الطاهيال قال له ستة دولة اللي يهددوني فلان وفلان وفلان قال له اي قال له أنا اعطيني إجازة مال مسدس اريد احمي نفسي قال له روح احنا انت محمي من ضمننا يعني انت مو ضل خاف لا تخاف واحنا محمي انت من عندنا ام العزيزه ما عليك انت الان مقدمين دعوه قضائيه انت مقدمه دعوه قضائيه الان باكر اذا دزت نعم. عليك الدوله تقيمين دعوه عندك دعوه عندك نعم. ادله لما تقولين به الان انا قايمه دعوه بكربلاء اي نعم انا جاي مقايمه دعوه بكربلاء وهسه أنا بعدني الدعوة بعدها ما أدري شلون تالي يجزون علي شو شلون أم أقدم دعوة ببغداد بعد ما أقدم دعوة بكربلاء قدمين دعوة جديدة ببغداد إي جديدة ببغداد أريد دم ابني لأن دم ابني ما أعوفه زين إحنا وياك على دم ابنك كل إحنا وياك والدولة نعم. وياك وكل العراقيين وياك على دم ابنك خالد الآن لو طلب منك أن تقيمي دعوة ضد قاسم مصلح تقيمين هذه الدعوة هل لديك أدلة ضده يعني أدلة ملموسة شهود تسجيل صوتي بحيث القاضي يقتنع لا لا, لا ماكو لا شهود ولا تسجيل صوتي أنا ابني إجا قال لي ابنك إجا قال لي ماني مهدد قلت لي ليش مهدد قال لي يما مهدد من وراء قاسم لاحقني وين ما أروح قاسم يقول لي أنا وإنت ما لو يظل من عمري يوم لازم أقتلك زين في مرحلة من المراحل ما صار لقاء بين المرحوم وبين قاسم عن طريق وساطات عن لا. طريق عرف لا هم وين انت وين تحكي عبالك مثل الأول كانوا بوكيت كانوا ناس فقرة بالسنشية غير وكيت هسه غير شكل صاروا عندك شي تقولين الآن يما بهاي المناسبة مدام انت على الهواء يما ونار الدولة تسمعك أنا أريد القضاء يطلع دم ابني
اريد القضاء، اريد دم ابني من القضاء، من الكاظمي، من غيره، من قاسم مصلح. مين قاسم مصلح؟ يقول مو اني. قال يطلع للقاتل منه، هو يدري، كلهم يدرون، هو لا يقول مو اني ويعتذر، خليه يطلع للقاتل هو، لان هو من جماعته هذول. هو مو هو يروح بيده يقتل، هو يدز. يعني انت مصرة على انه السيد قاسم هو الذي يعرف القاتل؟ ايه هو طبعا، لو هو لو داز واحد بمكانه. زين انت بعد ظهورك بالتلفزيون الاخوة بالعتبة دزوا عليك، حكوا وياك، كلموك؟ ايه على شنو؟ يعني بخصوص ما طرحتيه من انتقادات الى العتبة، وكان لك عتب قاسي على الاخوة بالعتبة، دزوا عليك، حكوا وياك؟ ما اقتنع الى اريد دم ابني، قدروا يطلعوا لي دم ابني؟ نعم. انا لا دعوة ولا اطلب، اريد دم ابني.